انت قابلت عزيزه ولا بتكذب؟ قلت لك من شويه على فكره انت مشكلتك في حاجات صغيره ما بتاخديش بالك منها او ما تركزيش في الكلام ممكن تفرق معاكي في حياتك عموما. يعني تفتكريها فتعرفك ان الشخص او تعرفك بيفكر ازاي. انا قلت لك احتراما ليكي يعني عشان خاطر انا مش قليل الذوق يعني احتراما ليكي انا قابلت على ظهرك لغايه ما يجي بقى يجي فرصه واسمعك برضه هديكي فرصه احتراما ليكي ان انا اسمعك حتى لو مش فارق معايا ان انا اسمعك او فارق معايا ان انا افهمك بس هعمل ده لسبب عشان تبقى انت من جواكي تبقي مرتاحه ويمكن لذره اكون في حاجه فعلا مش فاهمها يمكن انا واثق ان انا فاهم كل حاجه بس يمكن برضه مش عيب يعني نعمل ايه؟ دماغي شغاله طيب انا سوري دماغي موقفه ده عندي دماغك واقفه يعني محتاجه طيب اوكي خلاص ولا حاجه خلاص تمام في اي حاجه ثانيه عايز تقوليها كل حاجه وصلت خلاص اول مره يشتغل مخي الحمد لله على السلامة إنه اشتغل والله بجد نفس اللي انت عملتيه تحت فترة ما قلت زيته أنا فهمت سامع حاجة من وصلت اللي فهمت لا أوفر أكتنج قوي يعني بتاخدي المواقف مش تردي وتاخدي وتدي أوكي خلاص خلاص أنا من الصبح وأنا باخد ودي معاك ما خلاص وأنا أصلا من ساعة يعني الناس اللي بتسمعنا ممكن أصلا من يعني لو سمعنا تقول لك الله يا ابني عيب اللي انت قلتيه كتير انت قلتي حاجه وانا قلت اوكي تمام وعامل كذا 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 لو عندك حاجه ثانيه قوليها انا بسمعك غير كده مفيش خلاص طب ما كنت طلعت انام مع الناس يونسوني على الاقل وانا طالع طيب خلاص تمام كده ام سوري تاني ماشي مش فارقه معاك على فكره بس عادي ام سوري 10 12 مره النهارده هو عادي انا ما عنديش مشكله ان انا اقول ام سوري لا انا ما قلتش والله ان في مشكله بس خلاص يعني اوكي حصل خير انت مش فارقه معايا لا بهزر عليك حصل خير وان شاء الله لما يبقى لي فرصه ابقى اسمعك وافهمك وبس كل سنه طيب رسميات بايخه اوكي يلا تصبح على خير انت من اهلك مش عايزه حاجه يلا تعديش لوحدي كده تعال يلا تعالي انزل يلا تعالي انزل نبش على الناس شوف هتعمل ايه يلا تعال تعال معلش روح مع اصحابك روح مع اصحابي وانا خارج يلا تعال